غاليتنا أم سلطان الخالدي، نرحب بضيوفها الكرام للإنتاج الفني والإعلامي. نقول مع بعضها: الليلة أحلى الليالي والبدر نوره يلالي، يا مرحبا والف حيا ضيوفنا وكل غالي، ويا مرحبا فوق العين وفوق الراس. وين وينها؟ أسمع طقها. الليلة أحلى الليالي والبدر نوره يلالي، يا مرحبا والف حيا ضيوفنا وكل غالي. الليلة أحلى الليالي والبدر نوره يلالي، يا مرحبا والف حيا بضيوفنا وكل غالي. يا مرحبا والف حيا بضيوفنا وكل غالي. الليلة أحلى الليالي والبدر نوره يلالي، يا مرحبا والف حيا بضيوفنا وكل غالي. أم سلطان ترحب يا ضيوفها ألف مرحب، زان الفرح في لفاكم العود ريحه تراهب. سلطان هذي الليلة فرحتك زانت في بنتك، يا الغالية يا الأصيلة عسى حياتك هنية. في عرس بنتك تهني والكل لجلك يهني، في عرس بنتك تهني والكل لجلك يهني. وعيالك خير الرجال مقامهم فوق عالي، وبناتك مثل الأميرات بزين وي الجمالي، وبناتك مثل الأميرات بزين وي الجمالي. الليلة أحلى الليالي والبدر نوره يلالي، يا مرحبا والف حيا بضيوفنا وكل غالي. يا أم سلطان هذي الليلة فرحتك زانت في بنتك، يا الغالية يا الأصيلة عسى حياتك هنية. والختم يا حباب صلوا طه النبي خير هادي، وللعروسين ادعوا يسعدهم رب العبادي، وللعروسين ادعوا يسعدهم رب العبادي، وللعروسين ادعوا يسعدهم رب العبادي.